أخبار اليوم. جميل بيه ازاي؟ الله يخليك. اخبار مالك ايه؟ فترة شباب طيار المدني حرصنا على تقديم واجب العزاء في شهيد مصر والوطن محامي الشعب المستشار هشام بركات عليه رحمة الله. هذا الحادث الإجرامي هو نقلة نوعية في العمليات الإرهابية ضد الوطن وضد مصر. استهداف القضاء أمر معروف للجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ولكن لن يفت هذا العمل الإرهابي في عزيمة مصر أو المصريين أو القضاء أبدا، وستظل مواقفنا ثابتة كما هي، وسنواجه إرهابهم بالقانون وسنواجه إرهابهم بالصمود، وكما واجه نواب التيار المدني مخططهم لمذبحة القضاء في مجلس الشورى ووقفنا جميعا وارتدينا الأوشحة السوداء ضد هذا القانون وأسقطناه ثم استقلنا من مجلس الشورى، سنسقط إرهابهم دائما بتماسكنا نحن المصريين. احنا كلنا حزينة واحنا كلنا بنعزي بابا حسن وفي فعلا هو صوت مصر، صوت موجود هنا، لكن فدا مصر دمنا كمان، ولكنها الدفع عندما ماليا مقابل الحفاظ على هذا الوطن واستمراره. الراجل تعدى كل الصعوبات في جلد، فقدنا رجل من أشجع الرجال، من أصدق الرجال، دفع ثمن حماية مصر بدمه. فالعزاء لوحده لا يكفي، لابد من القصاص والصقر لهذا الرجل.